اهلا بكم مشاهدي بلقيس الى حلقه جديده من برنامج بين قوسين. نناقش في حلقه هذا الاسبوع ابعاد انتشار جرائم الاغتيال وتكرارها ودور المجتمع في التصدي لها. إذن من عدن إلى الضالع ثم تعز فحضرموت، مسلسل الاغتيالات مستمر وعداد الضحايا في تزايد. فراغ أمني وانفلات وغياب للدولة أفضى لانتشار الجريمة بشكل غير مسبوق. وحدهم المدنيون يدفعون ثمن غياب الدولة من استقرارهم وسكينتهم. شملت قوائم الاستهداف بالطبع الضباط والقيادات العسكرية والمؤسسات الأمنية ثم الأئمة والدعاة والمصلحين. شيئا فشيء صار أقارب القيادات السياسية هدف سهل لعديمي الضمير والإنسانية. خمس جرائم اغتيال وتصفية حدثت خلال أقل من 48 ساعة في عدن والضالع وحضرموت. جرائم وإن تعددت فإنها في مجملها تؤكد وحشية القتلة وسخريتهم واستخفافهم بالدولة. ومع توالي هذا النوع من الجرائم تتزايد الأسئلة عن أهمية تواجد الدولة ومؤسساتها المعنية وجوبا بالأمن وحماية الناس ناهيك عن نجدهم عند الطلب. ما أبعاد انتشار جرائم الاغتيال وما خطورة استمرارها وما هو حجم مسؤولية المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة؟ سنناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوف حلقة هذا الأسبوع. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، وأيضا من إسطنبول سيكون معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي عادل الحسني، وسينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن الكاتب والمحلل السياسي فهم السقاف أيضا عبر الهاتف. نبدأ النقاش مع ضيفنا من إسطنبول الناشط الحقوقي عادل حسني. أهلا بك أستاذ عادل. حياكم الله. أستاذ عادل، برأيك إلى متى ستستمر عمليات الاغتيال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أوجه رسالة إلى كل من يسمعني من أبناء شعبنا اليمني، أننا لا نريد أن تصل هذا قضية القتل إلى ثقافة يتقبلها المجتمع. قضية قتل النفس والدماء هذا التي تسير في اليمن ينبغي أن تكون جرما كبيرا في نظر الجميع، أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. يجب أننا نجرم ونعظم هذه القضية في 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 نفوسنا، في نفوس أبنائنا، في مجتمعنا، في ثقافتنا، لأنها للأسف الشديد ربما تصل لمرحلة أخي العزيز تكون شيء متقبل على كثرتها في اليمن. الدماء التي تسيل في اليمن دماء غالية وعظيمة، يجب أننا لا نتساهل فيها أبدا. مسلسل الاغتيالات في المحافظات المحررة طبعا ليس وليد اليوم، هو يعني مستمر منذ انسحاب القوات حرس الجمهوري والحوثيين من المناطق المحررة، نزول القوات الإماراتية، الأجندة وأهداف وبرامج كثيرة جدا ندفع ثمنها نحن الشعب اليمني. شكلوا ميليشيات، شكلوا عصابات، شكلوا مقنعين يعني وخلايا اغتيال، تم الكشف عن بعضهم ولا زال الأيام تكشف كل يوم خلية من هؤلاء المجرمين القتلة الذين لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأقول لك خل عزيز أن الاغتيالات في هذه المناطق هو على نواحي كثيرة وعلى صور متعددة. وبعض الأشخاص الذين تم اغتيالهم مؤخرا هم من رجالهم، مثلا على سبيل المثال الشخص الذي اسمه مفيد من الحزام الأمني، هذا من المقربين طبعا من هاني بن بريه، من رجال الحزام الأمني، من الذين يعذبوا كانوا في سجن المنصورة أيام الاعتقال ونحن نعرفه جيدا، الذي ينتهي دوره في مرحلة معينة ويخشى أنه يكشف كثير من الأمور يتم تصفيته. فهو يعني قلت لك سلسلة من الجرائم يعني تتعدد صورها والمخرج واحد. طيب أستاذ عادل، خمس جرائم اغتيال ربما في يومين حدثت في عدن والضالع وحضرموت، هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن المخرج الذي يسيطر على الأرض يريد الفوضى، لا يريد الدولة، لا يريد مؤسسات الدولة، لا يريد أمن، لا يريد استقرار، حتى يعني ينفذ كل برامجه وأجندته في هذه المناطق التي يسيطر عليها، وحتى يتسنى له تنفيذ المشاريع التي يريدها. في ظل وجود الدولة، في ظل وجود مؤسسات الدولة والقضاء والأمن والجيش، لا يستطيع أن يقوم بهذا. فهذا الذي يسيطر على الأرض، ونحن نعرف جيدا من الذي يسيطر على الأرض، نحن نعرف 90,000 مقاتل من هذه الميليشيات تتبع من الذي يمولها، من الذي يسلحها، من الذي يشرف عليها، من الذي يعطيها الوقود والتموين والسيارات والمدرعات والشاصات. هذه الجهة التي تحكم في المناطق المحررة هي المسؤولة عن هذا.
طيب أهمية تواجد الدولة وأين هي الدولة مما يحدث برأيك؟ الدولة موجودة في الرياض، نعم، في فنادق الرياض، ونسيت أن لها رعية يعني مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ وأمام الأجيال، أمام هذه الجرائم التي تحصل. والتواجد الحقيقي في المناطق التي تم فيها الاغتيالات هي للميليشيات. طيب ينضم إلينا أيضا من عدن عبر الهاتف الأستاذ فهمي الثقاف الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، من يستهدف اليوم الأبرياء المدنيين في عدن والضالع وحضرموت؟ مسألة استهداف الأبرياء ومسألة الاغتيالات طبعا ليست جديدة، هي بدأت في مرحلة مبكرة بعد كان العمليات العسكرية في عدن، وطالت أبرياء كثيرين حقا يعني. هذه طبعا رسائل يتبادلوها أطراف الصراع، الأطراف المرتبطة بالصراع في اليمن للأسف الشديد. تحدث فترة أو تغلل حدثها فترة وتعود لتبرز فترة أخرى وهكذا. فالآن طبعا منذ فترة غريبة جدا الأسبوع الماضي وهكذا حصلت أو عادت بشكل يعني عليك في عدن في صيبون في الضالع في غيرها. هذا دليل على انسداد أول قرارات تواصل وفرق. طيب تعدد هذه الجرائم التي حدثت، أنت أشرت إلى الجرائم التي حدثت هذا الأسبوع، 5 جرائم تقريبا خلال يومين، تؤكد على ماذا؟ نعم. يعني تزايد وهذه هذا الكم من الجرائم؟ طبعا هذا يؤكد أولا على أنه الإجراف الأمني، وهذا الإجراف الأمني ليس من اليوم بل هو ممتد ومستمر منذ 2015 حتى اللحظة، هذا جانب. الأمر الآخر طبعا أنه العلاقة المختلة بين التحالف والشرعية في تأمين المدن أو ما تطلق عليها في المدن المحررة والمناطق الحرة، وهذه مشكلة أساسا. طيب هذه الجرائم يعني وما يحصل اليوم أستاذ فهمي برأيك يصب في مصلحة من؟ يخدم من؟ للأسف الشديد هذه الجرائم طبعا كل طرف ينظر لها من موضعه، فمن يدخلها بالتأكيد يظن أنها تخدمها، لكن عند لو نظر بشكل لو نظر بنظرة أبعد من ذلك فهي لا تخدم أحد، بالعكس بل هي تدمر أولا النسيج المجتمعي في كل مدينة تحصل فيها مثل هذه مثل حالات الاغتيالات هذه بالتأكيد، وتشرع أبواب الفوضى على مصراعيها أمام كل مطالب شعب أو تصليح حسابات معينة للأسف الشديد، وترضي بضلالها على مستقبل المدينة تماما، يعني لا امن ولا استقرار يتحقق، وبالتالي لا استثمار ولا تنميه، تضرب التنميه تماما. لا يمكن الحديث عن امن واستثمار وحالات القتل والقوة موجوده بالتاكيد. طيب اعود للاستاذ عادل حسن، استاذ عادل في ظل غياب الدوله اليوم والوضع الحالي للدوله، المجتمع ما الذي يمكن فعله من قبل المجتمع؟ البعض يطالب بتحمل مسؤوليته في التصدي لهذه الظاهرة التي هي اليوم تستهدف الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. نعم، المجتمع عليه واجب كبير جدا، خاصة النخب الموجودة في المجتمع من القضاة من المحامين من الأكاديميين من الصحفيين من الأساتذة من القيادات العسكرية، الشرفاء في البلد كثير، ولكن هم يحتاجوا إلى من يضم هذه الأصوات كلها في قالب واحد، لأن المتبرر نحن سندفع الثمن كلنا يا أخي. اليوم يا أخي ما من بيت في اليمن إلا ويشكي ويبكي من هذه الاغتيالات من هذه الانفلات الأمني. سيأتي الدور على الجميع، وسيكون كما قال الأول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هذا منكر عظيم، أعظم المنكرات قتل النفس المحرمة، الدماء التي تسيل، هذا من أعظم الجرائم في الأرض يا أخي. اليوم الذي يصير في اليمن يا أخي لا يقبله أدنى عقل يا أخي. معدل الجريمة في اليمن فاق كل الدراسات والمستويات على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. اليوم الجرائم التي تحصل في اليمن لا تحصل حتى في فلسطين يا أخي، والعالم أنا للأسف الشديد يا أخي العالم كله منظمات المدنية والمجتمع الدولي كله يعني صمت مريب، صمت يعني مطبق على ما يحدث في اليمن، وسلموا اليمن لأجندة خارجية ولأجندة تعبث في اليمن 5 سنوات، لا حزموا معركة، لا أقاموا دولة، لا أقاموا مؤسسات دولة، لا زاحوا
قالوا انهم سياتوا لازاحه ميليشيا الحوثي واسسوا 20 ميليشيا متقاتله فيما بينها، لا يخضع بعضها لبعض، لا يعترف بعضها ببعض، ويوزع السلاح. اليوم السلاح يا اخي الذي يوزع في عدن بشكل مخيف جدا، يوزع على عصابات، على مجموعات لا يعترفون بدوله ولا مؤسسه دوله. النتيجه ستكون حتميه يا اخي على الجميع، على المجتمع ان يرفض. لكن استاذ عادل، في المقابل هذه الاجهزه الامنيه وما تصفها انت بالميليشيا المسلحه الموجوده في المحافظات المحرره، هي البعض يرى بانها تعمل على ضبط الامن وتحد كثيرا من عمليات الاغتيال، وان لها دور ملموس في مواجهه الجريمه والحد منها في المحافظات المحرره. الحقيقه انها تعمل على ضبط ممتلكات الارض، تذهب للارض، سيطروا على الممتلكات، سيطروا على المباني الحكوميه، سيطروا على المحميات، سيطروا على الحسوه، محميه الحسوه، مؤخرا سيطروا على منطقه الفردوس، واخيرا فتحوا فتحا عظيما سيطروا على بيت علي ناصر محمد. هذا الذي تعمل الاجهزه الامنيه في عدن وفي غيرها من المناطق، الا من كان مخلصا وشريفا. يعني نحن لا نريد ان نظلم الناس جميعا، لكن الاجهزه التي تخضع لهذه الميليشيات لا همها وطن ولا عندها دوله ولا تعترف بدوله ولا بالسور دوله، هذا يعني اصبح واضح وجلي للجميع، اصبحوا تجار. لكن استاذ عادل، من يعتمد في هذا الطرح ان هذه الاجهزه ربما لها دور في الحد من جرائم الاغتيال، بالنظر لما حصل في حضرموت مؤخرا، اغتيال جميل باتيس شقيق عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، يقال ان حادثه الاغتيال تمت في منطقه يفترض انها ضمن سيطره الجيش الوطني قريبه من المنطقه العسكريه هناك. بالنسبه لشخصيات التجمع اليمني للاصلاح، انا اكون معك صريح في العباره، هم سيكونوا لا مكان الجريمه ومكان الاستهداف، يعني يفترض ولو انه كانوا في اي مكان. هاني بن بوريك قال بصريح العباره انه سيستمر في قتلهم، وانا يعجبني في هذا السفيه انه يعني فيه صراحه الى حد الوقاحه، قال انه سيستمر في قتلهم. يعني نحن ماذا نقول عن شخص يصرح في صفحته الرسميه انه سيستمر في القتل؟ نقول له لا، انت مش انت الذي تقتل، ويقول انه سيستمر في قتل قيادات الاصلاح. على الاصلاح ان يحزم امره ويكون يعني على قد المسؤوليه، اما يسلم عناصر هذا الشخص لهذه العصابه المجرمه، هذا وراه دول في الامارات، هي التي تعطيه المال وهي التي تعطيه السلاح وهي التي شكلت لها الخلايا، وهو يقول بلسان عربي مبين انه سيستمر في قيادات في قتل قياده الاصلاح. خلاص يا اخي، الامور مكشوفه واضحه، ما لا لا ما حد يغطي الشمس بغربان. طيب، تبقى معنا استاذ عادل، ويبقى معنا ايضا ضيوفنا في هذه الحلقه. مشاهدينا، الان سنتابع استطلاعات من محافظه تعز حول موضوع هذه الحلقه، تزايد انتشار جرائم الاغتيال، نتابع معا هذه الاستطلاعات. طبعا بالنسبه للاغتيالات في اليمن بشكل عام وفي عدن وفي تعز وفي حضرموت بشكل خاص، هي عباره عن خطه ممنهجه لتصفيه الكوادر والمثقفين، فالذين رايناهم يعني يقتلون غدرا وظلما وعدوانا بأدوات الاغتيال بتلك الأيادي المرتعشة والوجوه الملثمة، هؤلاء كل من سقطوا في جرائم الاغتيالات إما أن يكون خطيب، وإما أن يكون عالم، وإما أن يكون له يعني تأثير في الساحة اليمنية كناشط أو مثقف أو كادر على مستوى، فهذه خطة ممنهجة لتصفية الكوادر المثقفين في اليمن. شكلت الاغتيالات مؤخرا ظاهرة تتفشى في جميع المناطق المحررة، كان آخرها باتيس، وهذا في ظل انعدام الأمن وشبه الدولة، ويجب على المجتمع الحد من هذه الظاهرة باتخاذ. إذن تابعنا هذا الاستطلاع من محافظة تعز حول الموضوع، وأعود للأستاذ فهمي الثقافي الناشط السياسي من عدن. أستاذ فهمي، هل فقط غياب الأمن هو السبب في تزايد انتشار جرائم الاغتيال؟ جرائم الاغتيال وان كان واحد من الاسباب. المشكله ان امن عدن منذ 2015 امن عدن يعني اولا حتى اللحظه الاجهزه التابعه لوزاره الداخليه لم تعمل بالشكل المطلوب او كما ينبغي ان تعمل. للاسف من عامل هذا المشكله في علاقه مختلة بين التحالف وبين الشرعيه. على الشرعيه والتحالف ان يحسموا هذا الامر، لانه هذا ما طلبت الشرعيه والتحالف، فينضبط الامن في كل المناطق المحرره. في ظل هذا الانقسام وفي هذا وفي ظل هذه العلاقه المختله، لا يمكن ان يستقيم امن او شان من شؤون الحياه الاخرى بشكل طبيعي. للاسف الشديد، انظر انت الان الى حكومه الشرعيه، حكومه الشرعيه حبيسه معاشيق ولا وما تغادرها الا بعلم. يعني
طيب تطالب الشرعية والتحالف بإعادة المراجعة للوضع الأمني. كانت هناك زيارة مؤخرا لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى الرياض، تحدث عن تطور ربما وتغير في الأداء في الملف الأمني بعد هذه الزيارة إلى الرياض. والله حتى اللحظة لم نرى هذا التطور، ما رأيناه هو أن نقمت حالات الغسل، مش القتل بس، يعني مناحي قوة حتى مناحي قوة من عدم الضغط على ابناء الاراضي، الاعتداء على المحميات الطبيعية، ايش عم تعرف اذا حد مدينة الليبري او فيلم من الفوضى، ما في. طيب تبقى معنا استاذ فهمي، نشرك معنا بالنقد. والسلاح في كل يد لا يمكن ان تقوم دولة، والسلاح في كل يد لا يمكن ان تقوم دولة، هذا مسلم به. طيب نشرك معنا ايضا بالنقاش وينضم الينا من القاهره وكيل وزاره حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ. اهلا بك استاذ نبيل. اهلا وسهلا بكم اخي العزيز. مع انتشار جرائم الاغتيال، هل فقط ما تستطيع فعله الحكومه اليوم هو الرصد والادانه؟ طبعا جميعنا يتالم لهذا الامر جدا، لاننا فقدنا فيه مجموعه من الرجال الافاضل الذين نكن لهم كل تقدير واعتزاز، لكن أريد أن أقول أنه ربما يكون بالفعل هناك بعض القصور الأمني، لكن هناك أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك تطور في مستوى الحالة الأمنية في المناطق المحررة، ومحاولات حثيثة من أجل تحسين الأداء الأمني، وإن شاء الله نتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة وأن تستطيع القوى الأمنية أن تفعل تواجدها وحضورها الأمني بشكل جيد. طيب أستاذ نبيل، أسباب هذا القصور الأمني بالتأكيد أنتم في الحكومة تحاولون تشخيص الواقع والبحث عن حلول وإيجاد مخارج لإنهاء هذه الظاهرة والحد اليوم من هدر دم اليمنيين وخاصة المدنيين، وأيضا القيادات العسكرية هي أيضا باتت هدف لذلك. تعلم أخي العزيز أننا تقريبا نستطيع أن نقول أن الحكومة الشرعية بدأت من الصفر، ما بعد يعني ابتداء من 2015 بدأنا من الصفر تماما في لملمة شتات القوات الأمنية والقوات العسكرية وتكوين قيادات قادرة على أن تتحرك بشكل أفضل. وتعلم أيضا أنه إلى جانب الجهات الرسمية هناك قوى شعبية، قوة مقاومة شعبية داعمة للحكومة الشرعية، إلا أن مثل هذه القوى المقاومة أيضا ليست تحت السيطرة الكاملة للحكومة، وبالتالي تحدث حروقات هنا وهناك. أيضا هذا الوضع الذي حدث بعد تحرير المناطق المحررة أيضا أبقى فرصة لعدد من العصابات وغيرها من الجماعات التي تقوم بهذه الأعمال لتكدير سطو الحالة الأمنية داخل هذه المناطق، وهذه يعني طبيعي أن تحدث وخصوصا بأننا ما زلنا في فترة حرب. طيب ما علاقة بقاء هذه الفصائل أو المكونات المسلحة اليوم التي تندرج ضمن المقاومة الشعبية بما يحدث اليوم من اغتيالات؟ يعني أنت ربما أشرت لهذه النقطة لكن لم تفصل فيها. أنا أقصد من هذا الجانب أنه ما تزال هناك أيضا هناك من يحمل السلاح ولكنه ليس تحت السيطرة الكاملة للدولة، وبالتالي ترى مثلا في تعز أعداد كبيرة تحت مسمى المقاومة الشعبية أو في غيرها من المحافظات، أيضا هذا الحمل الكبير للسلاح، عدم وجود قوة كافية للأمن للانتشار وإخضاع الأماكن هذه لسلطة أمنية قادرة، تغري كثير من الجماعات سواء العصابات المسلحة أو غيرها للقيام بمثل هذه الأعمال. تعلم أنه ما يزال تنظيم مثل تنظيم القاعدة يتواجد بخلايا نائمة هنا وهناك وله تواجد كبير، وبالتالي يلعب أيضا دور في مثل هذه العمليات من الاغتيالات وغيرها. هناك فئات أخرى تكون مشاركة في مثل هذه الأعمال. حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قدرة كاملة على تحقيق حالة أمنية كما نتمناها بشكل عام وكما يتمناها المواطن اليمني.
طيب خطر القاعدة وهذه الجماعات المسلحة هي ربما موجودة في كل محافظات البلاد، ليست فقط في المحافظات المحررة، ما التفسير لديكم اليوم لأن هذه الجرائم فقط موجودة في المحافظات المحررة وربما في المحافظات الثانية أو المحافظات الأخرى ربما تم تجاوزها ولم نسمع بحوادث، يعني سقوط قتلى مدنيين جراء هذه الأعمال في المحافظات الأخرى القاعدة وما إلى ذلك من الجماعات المسلحة؟ المحافظات الأخرى هي تحت سيطرة ميليشيا هي بنفسها عصابات مسلحة، وبالتالي هذه العصابات يعني تجد طريقة معينة للمصالح المشتركة بينها وبين أي جماعات مسلحة أخرى. تعلم أن الميليشيات منذ أن بدأت الميليشيات الحوثية وهي تحمل السلاح وتتحرك في هذه المناطق، وبالتالي انضم لها عدد كبير من القوى العسكرية التي كانت للأسف تحت للأسف الشديد تأتمر بأمر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ثم وجدت نفسها وقد أصبحت تحت سلطة هذه الميليشيات، وهو ما كون قوة كبيرة جدا لا يستهان بها لدى هذه الميليشيات في هذه المحافظات. طيب عود للأستاذ عادل حسني من إسطنبول. أستاذ عادل، إشارة الأستاذ نبيل للجماعات المسلحة والقاعدة هي ربما في بعض هذه الحوادث الاغتيال هي تتبنى هذه العمليات، تواجدها فقط في المحافظات المحررة دليل فشل قد يقال على الحكومة وأجهزتها في مقابل نجاح ربما لميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة للسيطرة، لا توجد أي عمليات من هذا النوع. يا أخي ذريعة القاعدة وداعش أصبحت شماعة في وجه الجميع. الجميع في هذه الجماعات الإرهابية أنها إذا فعلت فعل تتبناه مباشرة، ما عندها مشكلة هي في تبني من تقتله تمرت، فهي من تقتله تقول أنا قتلت فلان بصفته مرتد بصفته منافق بصفته يعمل في جهاز كذا، تتبين العناصرها وللناس في مواقعها الرسمية. الاغتيالات التي حصلت وتحصل نحن نعلم من وراءها ومن صرح أنه سيستمر في القتل، ولا داعي لإيجاد المبررات والأكاذيب في هذا الأمر. الأخ يسمي الميليشيات حوثية، طيب ومن يمزق علم الجمهورية في الجنوب؟ أليس هذا ميليشيا؟ من لا يعترف بك ولا يعترف بالرئيس هادي ولا يعترف بالشرعية أليس ميليشيا؟ من لا يعترف هو أشار لم ينكر ذلك. الأستاذ نبيل عبد الحفيظ يقول بقى بعض الكيانات التابعة والتي كانت في صفوف وما زالت صفوف المقاومة الشعبية ربما هي وأن الوضع لا زال في وضع حرب. الوضع حرب في الجنوب ولا في الشمال؟ الحوثيين موجودين في الجنوب ولا في الشمال؟ الحرب المفروض تكون في الجنوب ولا في الشمال؟ المناطق المحررة ولا المناطق التي فيها الميليشيات؟ من يفرضوا من هؤلاء؟ يا أخي الذي يحكم الجنوب هي ميليشيات تابعة للإمارات، هذه الميليشيات يعني تخضع لأجندة وبرامج معينة هي التي تنفذ كثير من الأجندة والبرامج ويشرفوا عليها هؤلاء. الشرعية ليس لها ناقة ولا جمل في هذه المناطق المحررة إلا في أماكن يسيرة جدا، والوزراء والقيادات يالله يعني يحموا أنفسهم وحراساتهم، أما القوة الحقيقية الضاربة هذا الميليشيات يعني 90,000 مقاتل موجودين من الميليشيات الحزام الأمني والنخب، وهذه الميليشيات لا تعترف بالجمهورية اليمنية ولا الدستور اليمني ولا القضاء ولا النيابة ولا الوكيل المتكلم من مصر ولا الرئيس ولا أي أحد. طيب أعود لأستاذ فهمي الثقافي. أستاذ فهمي، كيف يمكن وصف حال الشارع في الجنوب والمحافظات المحررة عامة مع استمرار حالة الانفلات الأمني؟ الناس تتوقف سخيفة مما يحصل من الاغتيالات من حالة الاغتيالات هذه، لأنه مسألة الاغتيالات لن تقف عند حد. كل مواطن بالتأكيد يسأل نفسه متى الدور سيأتي عليه. هكذا دائما حالات عدم الاستقرار هكذا كل الحاله من التوجس والترقب الدائم وشيء من يعني من الحذر الدائم في حركه الناس وفي تنقلاتها وفي كل شيء. هذه هي المشكله، يعني المجتمع يعيش حاله من عدم الاستقرار ويعيش حاله من الحذر والخوف، الحياه يعيشها في ظل هذا الوضع يعني يعيش به. طيب في ظل هذا الوضع وغياب الدولة وضعفها، إلى أي مدى يمكن للمجتمع أن يتحمل مسؤوليته في التصدي لهذه الظاهرة؟ على نقد المجتمع وعلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على الأحزاب، على كل القوات السياسية في المجتمع والمجتمعية،
قد جاله ظاهره ظهر ظالم فالامور ستزداد سوءا حقا وساعتها يعني ستكون مثل اعتياديه النفس سيصير القتل واللعب والسلب كل هذه البراءه ستصير فعل اعتيادي لفرض في الواقع للاسف الشديد. طيب اعود للاستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزاره حقوق الانسان. قلت ربما ان الحكومه معذوره فيما يحدث لانها بدات من الصفر فيما يخص الملف الامني من العام 2015 مع عوده واستعاده العاصمه المؤقته عدن ربما من ميليشيا الحوثي. كم من الوقت والسنوات تحتاج اليوم الحكومه لتضبط الامن ويشعر المواطن بانه في مأمن ويركن الى وجود الدوله؟ أهلا أخي الكريم. أخي سامي، أولا أنا لا أتحدث بمفهوم أننا نحتاج لسنوات وأعوام، كل ما نحتاجه هو سرعة التحرك وهذا ما يتم الآن بشكل جيد إلى حد ما. نحتاج أيضا للدور الذي أنت تحدثت عنه وهو دور المجتمع والأحزاب السياسية وكل الفئات الاجتماعية في التضافر مع الحكومة الشرعية لمساعدتها في تحسين الحالة الأمنية، في العمل إلى جانب القيادة الشرعية من أجل فضح مثل هذه الأعمال التي تحدث، الذي يجب أن يكون راسخا لدى الجميع أن الألم والمصاب هو مصابنا جميعا، وبالتالي الجهود يجب أن تكون جهود جماعية ألا يكون فقط التفكير أن الحكومة الشرعية هي من يجب أن تتحمل مسؤولية فقط. المسؤولية اليوم ونحن في فترة حرب تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، أن تتخلى الأحزاب السياسية عن خلافاتها وتعمل بشكل أكبر على الساحة السياسية والوطنية من أجل أن تكون يدا واحدة للتصدي لمثل هذه الظواهر، أن يكون المجتمع بالفعل فاعلا وقادر على أن يحقق جزء جيد في هذه العملية من العمل والجهد لفضح مثل هذه الأعمال، ويكون بذهن الجميع أن الجريمة لا تسقط بالتقادم وبالتالي سيتم المحاسبة عليها إن آجلا أو عاجلا. طيب أستاذ نبيل، تطالب المكونات السياسية والأحزاب والقوى السياسية الفعالة اليوم بأن يكون لها دور ضمن دور المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة اليوم. ما هو طبيعة دور القوى السياسية؟ كيف تصف دور القوى السياسية والأحزاب اليوم مع استمرار هذه الجرائم؟ ما الذي تعمل عليه هذه القوى السياسية؟ هل هي فقط في موقع المتفرج أم مشاركة؟ ماذا؟ بالتأكيد كلما تحولت هذه القوى السياسية إلى تحالف سياسي واحد يعمل بشكل متضامن من أجل استقرار الحياة السياسية في المناطق وتخفيف حدة التلاسن والصراعات التي قد تحدث هنا وهناك، بالتأكيد هذا يحقق جانب أمني مهم ويساعد على تهدئة الحالة الأمنية، وبالتالي يساعد أيضا على توفير مناخ لدى الأجهزة الأمنية لأن تقوم بدورها بشكل أفضل. اليوم المسؤولية مسؤولية الجميع، الحكومة لا تتخلى عن مسؤوليتها لكنها بالتأكيد تتمنى لو تتضافر جهود المجتمع والقوى الوطنية بشكل عام معها لتحقيق حالة أمنية صحيحة. طيب أعود للأستاذ عادل حسني من إسطنبول. أستاذ عادل، هذه الجرائم اليوم جرائم الاغتيال هدفها المدنيين طبعا والقيادات العسكرية والأمنية والأئمة والدعاة، اليوم وصلت أيضا إلى أقارب القيادات السياسية والناشطين وأصبحوا هدف ربما لهذه الاغتيالات، كيف تنظر إلى هذا التطور؟ والله يا أخي العزيز أنا لا أجيد اللغة السياسية ولا عندي منصب أخاف أن أخسره ولا أجيد اللف والدوران. الإمارات عندها عصابات في الجنوب ولن يستقر الأمر وهؤلاء موجودين، هؤلاء ستطال أيديهم كل أحد، طالما يوجد من يبرر لهم ومن يملس عليهم فهم سيستمروا في ذلك. لكن الأحرار قد حجموا أمرهم من أبناء اليمن وعرفوا من يخرب اليمن ومن يسعى في تمزيق اليمن ومن يصرح علنا أنها لن تستمر وحدة اليمن ومن يسعى إلى تمزيق اليمن، تفتيت اليمن، نشر الفوضى، نشر السلاح، نشر الثأر، نشر الفوضى المجتمعية، كل هذا عرفها الناس والناس تسعى بإذن الله سبحانه وتعالى إلى إخراج هذه العصابة المجرمة التي تمكنت من جنوب اليمن، وعندئذ سيتعافى جسد اليمن كله بإذن الله سبحانه وتعالى. أما والسرطان موجود
والداء موجود والناس تبرر لها اعذار، فبشرك ان القتل سيستمر والجريمه ستستمر والتمزق سيستمر الا ان تقول الناس كلمه حق ولا تخاف الا لو مثلا. ماذا تقصد بالتبرير؟ يعني من يبرر؟ من يبرر مثل هذا ضيفك من القاهره وغيرهم من احترامي الشديد لهم من غيرهم من الوزراء الموجودين في الشرعيه، يعني لا يستطيعوا ان يقولوا ان الامارات التي تحكم جنوب اليمن شكلت عصابه هي من تشرف على الاغتيالات. من يشرف على الاغتيالات يا اخي؟ هؤلاء يجوا من المريخ ولا من زحل ولا من عطارد؟ هؤلاء مجموعه يخضعوا لضابط اسمه ابو خليفه اماراتي في 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 بازرعه في منطقه البريغه، هو الذي يشرف على الاغتيالات، هو الذي يمولهم، السلاح يخرج من والمدرعات والمال كله يخرج من عندهم، لا يعترفوا باليمن ولا بشرعيه اليمن، ويقولوا علنا اليوم انهم سيمزقوا اليمن. يكفي عبث يا اخي، ليش علينا اوصياء هؤلاء الاقزام؟ ولن يمكن لا يمكن الحنين لاحد، ولا يمكن لبرر لاحد، ولا احد وصي علينا، ولا احد له يد علينا. طيب استاذ عادل، قد يقول بعض ان هذه تهم تلقى جزافا، ما الذي يثبت ذلك بالوقائع؟ الذي يثبت انه هو الحاكم على الارض، الذي يحكم على الارض، هو الذي يتحمل المسؤوليه. يسلم الدوله، يسمح لرئيس الدوله، يسمح للبرلمان، يسمح للحكومه، يسمح للشرط، يسمح للامن، يسمح للقضاء. عندئذ نقول لك جزاك الله خير، استمر في معركتك مع الحوثي. معركتك مع الحوثي ليست في سقطرى، وليست في عدن، وليست في المهره. اسمع اطفال يا اخي يضحكوا علينا. طيب نعود للاستاذ نبيل اذا كان له من تعليق. استاذ نبيل، استمعت للحديث الاخير للاستاذ عادل الحسني، هل لك من تعليق؟ ببساطه استطيع ان اقول طبعا الامور لا تاتي بالانفعال واللغه المنفعله لا توصل الى شيء. فقط نحن نقول بالنسبة لمن يطرحون موضوع الإمارات، ها هي الإمارات الآن تنسحب بشكل كبير من عدة مناطق وجهات عسكرية، وبالتالي يبدو أن مثل هذا العذر سينتهي قريبا. الجانب الثاني أننا كجانب مسؤول لا نستطيع أن نقول أنه أن نلقي التهمة على طرف معين أو على شخص معين إلا بأدلة وقرائن وبأحكام صادرة عن محاكم رسمية. أما بغير ذلك الحديث بهذه الطريقة قد يكون أخونا عادل لأنه لا يحمل أي مسؤولية يتحدث بهذا الشكل، لكن عندما نتحدث بشكل رسمي لا نستطيع أن نتحدث إلا وفق أدلة وقرائن ووفق معلومات صحيحة ووفق أحكام قضائية. بغير ذلك نحن نلقي الكلام على عواهنه ولا نعطي للحقيقة دورها بشكل صحيح. طيب، ما هي الأدوات التي عملتم من خلال في الحكومة حتى الانتصار لقضايا لحقوق الناس الضحايا هذه الجرائم حتى لا تلقى التهم جزافا؟ هل لكم أي تحرك في هذا الموضوع كوزارة حقوق الإنسان؟ أصدرنا عدة بيانات فيما يخص العمليات التي تمت، عمليات الاغتيال بالإدانة والتجريم، وطالبنا من الأسر الضحايا أن تتقدم لمتابعة التحقيق مع الجانب الحكومي والقضائي للتحقيقات في هذا الجانب، بل وطالبنا وزارة الداخلية الإسراع في التحقيقات في هذا الأمر من أجل كشف أولاً ملابسات هذه الجرائم وإيصال منفذيها إلى المحاكمات والأحكام العادلة بحقهم. لأن هناك تساؤل عن المعتقلين على ذمة جرائم اغتيال سابقة، بحسب علمك أستاذ نبيل إلى أين وصلت التحقيقات في هذا الموضوع؟ من خلال متابعتنا في وزارة حقوق الإنسان، وأنا كنت في عدن في الفترة الماضية، كان ما تزال هناك عملية تحقيقات مستمرة، وكان هناك متابعة مع النيابة العامة لهذه التحقيقات، بل وطالبنا الإسراع في هذا الجانب لتقديمهم إلى المحاكمات حتى يشعر الجميع أن هناك محاكمات تتم في هذا الأمر، بل وإنصاف للضحايا ولأسرهم. أشكرك جزيلا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. الآن نتابع معا استطلاع للرأي حول الموضوع هذه الحلقة من حضرموت. حوادث الأمنية اللي يشهدها وادي حضرموت خلال الفترات الأخيرة من اغتيالات من كذا، أعتقد أنه السبب الرئيسي في هذه الحوادث هو ضعف الأداء الأمني. فنجد أنه مراكز الشرطة و بشكل عام ما تؤدي دورها المطلوب. يعني هناك أقسام التحريات، أقسام البحث الجنائي، أقسام ما تؤدي دورها. وعندما تسأل يقول لك السبب هو ضعف إمكانات بشرية ومادية.
فلتحقيق الأمن ولبسط الأمن في وادي حضرموت بل في عموم البلاد كلها يقتضي من الدولة من الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ممثلة برئيس الحكومة برئيس الجمهورية أن يولوا اهتمام كبير بالأمن برفده بإمكانات بشرية يعني من حيث تدريب الكادر البشري الموجود في الأمن إطلاعهم كذلك رفدهم بالإمكانات المادية رفدهم بالآليات بالوسائل كشف الجريمة الحديثة. المواطن في وادي حضرموت بطبعه يميل إلى النظام ويميل إلى القانون فتجد المواطن اليوم ربما إذا هو عرف أن هناك مشكلة في مكان معين أو كذا يتحرج في إبلاغ مركز الأمن أو يتحرج في إبلاغ كونه يرى أن هذه المراكز ما تؤدي دورها وربما يتعرض لخطورة فلذا حتى يكون المواطن له دور إيجابي له دور معزز للأمن لابد على الدولة ممثلة بهيئاتها ككل على السلطة المحلية على كذا رفض المراكز الأمنية رفض المراكز الشرطوية بالإمكانيات. إذن كان هذا الرأي من حضرموت حول الموضوع. عود للأستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي برأيك ما المطلوب اليوم لوقف هذه الظاهرة ولضبط الأمن؟ ما سمعناه الآن قبل قليل وتفضل الأستاذ من حضرموت طبعا هذا هو ما تحتاجه كل أقسام الشرط في وزارة الداخلية في كل محافظات الجمهورية تجد قاوية على عروشها فيها بعض الأفراد وما فيش معهم حتى سيارة فكيف يتابعوا هؤلاء جريمة أو يمنعوا جريمة في ظل هذا الوضع المزري بالتأكيد الأمن يحتاج إلى تأهيل وتدريب أولا أفراد أن توفر لهم كل إمكانيات الحركة والعمل وساعتها في ضبط الأمن. أما في ظل الأوضاع المزرية اللي تعيشها الآن أقسام الشباب صعب جدا الحديث عن ضبط أمن أو ضبط جريمة للأسف. شكرا جزيلا لك فهمي السقاف ناشط سياسي كنت معنا من عدن. وأعود بسؤال أخير للأستاذ عادل حسني. أستاذ عادل هو ذات السؤال ربما تقريبا ما المطلوب اليوم لوقف هذه الظاهرة وضبط الأمن وحماية حقوق الناس؟ والله يا أخي العزيز يعني أولا أعلق على كلمة الانفعال. إذا لم ننفعل يا أخي لهذه الدماء التي تسيل، إذا لم ننفعل لهذه الأرامل التي ترمل، إذا لم ننفعل لهؤلاء الأيتام الذين يتهمون، إذا لم ننفعل لهؤلاء النساء الذين يتظاهرن على مقرات التحالف كل يوم فمتى ننفعل؟ لكن من ماتت ضمائرهم من رضيوا بالحوالات من التحالف وماتت ضمائرهم فلا عزاء لهم من وكيل أو وزير أو صغير أو كبير. أما نحن فوالله إننا سننفعل وسنقول كلمة الحق وسنقول للأعور أعور لا على عينه لا نخاف في الله لومة لائم. نقول إن الذي يحكم الجنوب والذي هو متحكم في هذه المعسكرات والميليشيات والنقاط الأمنية هو من يتحمل زمام الأمور إما أن يسلم الأمر للدولة وإما أن يقوم مسؤوليته حتى كمحتل. يعني هم مسيطرين وهم يقولوا بصريح العبارة أن هم مسيطرين على الأرض على الأقل يا أخي يحكموا ويقوموا الأمن يقوموا الاستقرار. أما لا سمحوا للدولة أن تقوم ولا هم أقاموا دولة ووضعوا لمن في وضع ميليشيات فإن هذا يعني جريمة لا 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 يسكت عنها أبدا ولا يمكن لأي حر أو شريف أو كريم في أي منصب كان أو في أي موطن كان أو في أي موضع كان أن يسكت على هذا. بل سنقولها وسنسمعها العالم كله أن الوضع في اليمن وضع مأساوي وضع إجرامي وضع ميليشياوي مدعوم من دول معروفة وعلى الجميع أن يقول ذلك. شكرا جزيلا لك عادل حسن ناشط حقوقي من اسطنبول. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج بين قوسين. الأسبوع القادم حلقة جديدة في أمان الله.